ده عامله 20 20 جنيه دي مع الكروس صح؟ ده عامل 30 جنيه ده عامله 20 20 جنيه دي 35 35 جنيه كروس ومقبض ده عامله 30 30 جنيه 35 35 جنيه شنطتين في بعض عامله 60 جنيه 65 جنيه تمام دي عامله 60 جنيه 50 جنيه اربع صوص 55 جنيه 50 جنيه زي كده 65 جنيه 55 55 عايز دي عامله 40 جنيه ده ب 45 زي كده 55 55 دي هنا اللي شكل بعض 60 60 برضه دي ب 55 جنيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد جولة جديدة من مكتب يا مسهل للشنط بدأ الأسعار معانا من 20 جنيه النهاردة فيديو العيد للشنط أطفالي وبناتي وكمان الشنط الكبيرة لأمهاتي كل حاجة هنشوفها معانا في الفيديو أسعار وخامات وكمان أحجام للشنط معانا الشنط الوسط ومعانا الشنط الظهر معانا الباكات معانا الكروس كل حاجة هنشوفها النهاردة بالماتريال بتاعه والأسعار أسعار بجد بلا منافس ده المكان اللي بيوزع كمان المحلات وهتاخدوا منه بالقطعة يعني الأسعار اللي هنقولها دي هتكون أسعار القطعة بس قبل ما أبدأ الفيديو انزلوا حالا حالا اضغطوا على لايك جميل عشان الفيديو يوصل معانا لاكبر عدد من الناس وخير الناس انفعهم للناس ونبدا الجوله على بركه الله. اول ازيك يا عبد الله وكل سنه وانت طيب. انت طيب بس كنت. بدا الاسعار معانا قلنا من كام؟ ده حاجه زي كده عامله 30 جنيه. عامله 30 جنيه. حاجه لسه نازله جديده. خامه مستورده. ورينا شكلها الاول وبعدين نفتح يا عبد الله معلش. بصوا افعد لنا شكلها بس يشوفوها وياخدوا سكرين عليها دي قلنا عامله كام؟ دي عامله 30 جنيه دي عامله 30 جنيه اطفالي بالوانها خامه مستورده وخامه نضيفه تمام حلو قوي تمام في منها الوان كمان في منها الوان كتير الوان الجملي بس كل دي الوان ليها الجملي دي اثنين وادي الرصاصي دي كده ثلاثه تمام وشايفه البرتقاني في الاول اهو برضه اللون ده اربعه تمام كل الوانها مختلفة وفي رسومات منها برضه يا عبد الله رسومات كلها يعني موجودة يعني شايفة ميكي ماوز وشايفة دبدوب وشايفة قلب القطة والأرنب يعني بصوا في دي قلب مش القطة يعني دي بصوا رسمة قلب في رسومات منها كتير دي بدأناها كده ب 30 جنيه دي ب 30 تمام في إيه تاني معانا يا عبد الله؟ في حاجات زي كده عاملة 20 أطفال برضه حاجة أطفال فيكتوريا بس أطفال ما تفتحهاش هي شكلها باين أصلا عاملة كام قلنا؟ دي عاملة 20 20 جنيه دي معاها كروس صح؟ دي معاها كروس ألوانها كلها موجودة ألوانها متاحة كلها موجود منها ألوان إيه طيب؟ الكشمير الكشمير والبيج والبيج والبني بني والنبيتي تمام والأسود واللون اللي هو الروز والروز كل ألوانها متاحة والجمل كلها موجودة والجمل قلنا دي سعرها 20 جنيه دي 20 تمام بص الروز بتاعتها تحفة قوي دي اطفال كروس ب 20 جنيه تمام في ايه تاني يا عبد الله؟ في حاجه زي كده نفس في حاجات جنس شايفاها ورا ولا دي ايه؟ دي تبع ديت اللي هو الموديلات بس دي خامه تانية ولا هي هي نفس الخامه هي الخامه بس الرسمه مختلفه رسمة تمام مختلفة. في ايه تاني معانا؟ في حاجه زي كده برضه كام 20 هنشوفها برضه بصوا حاجه زي كده برضه دي عامله كام يا عبد الله؟ دي عامله 20 20 جنيه وفيها كروس برضه شنط العيد للاطفال نفس الوان الفيكتوريا اللي احنا لسه شايفينها كل الوانها متاحه بصوا في منها كمان المستورده كل دي ب 20 جنيه اطفال تمام في ايه تاني معانا يا عبد الله؟ دي حاجه زي كده ورينا كده عامله 20 دي برضو اطفال؟ اطفال برضه دي اطفال عامله 20 في منها بس تقيله قوي في منها الوان يعني بصوا موريكم اللون ده جديد والاحمر بصوا دي عامله 20 جنيه عشان تبان بس معانا دي اطفال عامله 20 جنيه كروس ومقبض تمام حاجه زي كده عامله 30 جنيه اطفال كبير اطفال كبير دي برضو كروس كله كروس قلنا عامله ظهرت نفس الوقت دي كروس وظهر اطفال عامله كام؟ دي عامله 30 30 جنيه عايز اقول لكم خامتها حلوه برضو فيها كمان الكروس بتاعها بيبقى جوه في منها اسود بس لحد الان دلوقتي دي اسود بس تمام طب مين الالوان كمان جايه دلوقتي؟ في الوان هتيجي منها برضو تاني تمام والرسمه بتختلف يعني شايفه الرسمه بتختلف في ايه معانا تاني؟ حاجه زي كده عامله 35 طب دي تمشي اطفال وكبار دي اطفال وبناتي وبناتي انساتي كده قلنا عامله كام؟ دي 35 35 معاها الكروس برضه تمام 35 دي تمشي انساتي يا جماعه واطفالي ابيض واسود حاجه زي كده 35 طب طلع لنا من الكيس معلش يا عبد الله بصوا حاجه زي كده برضه عامله كام؟ دي 35 35 تمشي كبار وتمشي برضه اطفال بانساتي تمشي حلوه قوي 35 كده بوك برضه برتقالي بقى كده ده عامل 30 البوك ده عامل 30 جنيه حلو قوي برضه مساحته حلوه مش وحشه انا عايزه افتحه تمام ده حلو قوي ده سوسته كمان وفي ويد كروس ويد لا والجلد بتاعه حلو قوي خامته نضيفه اقفله لنا كده بقى ده قلنا عامل كام يا عبد الله؟ ده عامل 35 35 جنيه الوانه كلها موجوده هو منه الكشمير والاصفر بس كشمير ومستردة تمام واللي جنبك دي اللي زي دي كده ده عامل 30 ده قلنا ايه الجمال ده؟
الثلاثينات و35 وعمال نسمع اسعار رهيبه هنا. دي الخامه اللي هي اللي بتلمع لميع. دي الفكتوريا دي فيكتوريا برضه. عامله كام دي؟ بناتي واطفال دي 35 35 جنيه. ده تمشي انساتي كمان على فكره، دي فيها كروس وشكلها تحفه والله، حلوه قوي 35، سعرها رهيب. احنا متعودين هنا عند مكتب يا مسهل على الاسعار الرخيصه دي وخامات حلوه قوي. ايه تاني معانا؟ حاجه زي الموديلات دي اطفالي. دي لسه جايه، دي بناتي اطفال. ايه الشياكه دي؟ دي عامله 40 جنيه لسه جايه. دي لسه جايه. دي اللي هي الترتر القلاب عامله كام؟ دي الوانها كلها خمسه، دي عامله 40. 40 جنيه في منها كل الالوان يعني. بصوا الزهري، الزهري موجود 45، البيج، الاسود، اسود واصفر كمان يعني. النبيتي بتاعها تحفه، حلو قوي. معلش احلام النبيتي ده بس يا عبد الله يبان معانا في الصوره اكتر. بصوا كل الوانها موجوده عشان تبقوا عارفين. دي قلنا عامله كام يا عبد الله؟ دي عامله 40. دي عامله 40 جنيه، حلو قوي. دي ظهر وكروس برضه. دي كروس. ظهر تعتبر ظهر. لا دي ظهر بس. ده. حلو قوي. تمام 40. في ايه معانا تاني؟ الحاجه التانيه بقى الحريمي بقى اللي هو اللي جوه. هنشوف بقى معاكم. احنا كده شفنا شنط الاطفال للعيد، هنخش جوه نشوف برضه شنط الحريمي اسعار عامله ايه. هنبدا معانا بقى عروض الحريمي كده يا عبد الله. هنبدا بايه معانا؟ حاجه زي كده عامله 55 جنيه حريمي لسه. حاجه زي كده عامله 55، كل الشنط معاها كروس مبدئيا. كلها كلها بص كروس. حلو قوي. دي سوسته واحده وشكلها تحفه. بص هي سوسته واحده. تمام. حلو قوي. من جوه خامتها نضيفه. تمام. دي الجلد بتاعها حلو قوي، واليد دي برده فيها معدن، يعني جلد على معدن. تمام. حاجه زي بصوا حاجه زي كده 55 برده لسه جايه. 55 دي يد معدن برده. دي يد معدن، يد كروس. وفيها سوستتين برده شكلها ثلاثة، واحدة ورا كمان، يعني اثنين هنا وواحدة صغيرة ورا. تمام. دي ثبت لنا شكلها، قلنا عاملة كام دي يا عبد الله؟ 55. 55 كل اللي بنشوفه ده موجود منه ألوان. ده كله ده ألوانه كلها موجودة. كلها ألوان متاحة. تمام. في إيه معانا تاني؟ في حاجة زي كده عاملة 60. بس دي شكلها تحفة. هي دي بتتلم ولا هي مفرودة؟ من جوه. لا قصدي دي بتتلم، في شنط بتتلم من هنا. أيوه بتتلم من هنا، بس إيه بقى دي بتتحشي. بتحط لسه بتحط بقى حاجات بقى بعد ما تتلم. تمام. يعني دي في شنطة تانية فيها. لا شنطة من جوه. بصوا معاها شنطه كمان صغيره، لا ولها يد كروس، بوكو كروس، يعني ممكن تتشال لوحدها كمان. حلوه قوي دي. قلنا دي طب ما قلناش عامله كام؟ دي 60. بصوا دي شنطتين في بعض عامله 60 جنيه. تمام. وبصوا الوانها، في الوان منها كتير وفي الوان ثانيه برضه. حاجه زي كده عامله 60 برضه. دي شيكه قوي. دي حلوه قوي. ثلاث سوس، اربع سوسات، سوسه من هنا وسوستين اهي. دي كبسونه على فكره، القفل ده كبسونه. ودول سوستتين، سوسته ورا، وفي سوسته من الظهر، دي ثلاثه. ودي ديكور صح؟ دي سوسته برضه معاها. شغاله جيب ولا ايه؟ شغاله جيب؟ اصل ساعات بتبقى ديكور. لا ده شغاله جيب دي. تمام حلو قوي. دي سوسته ورا. اقفلها لنا بقى كده ونقول شكلها بعد ما تتقفل. بص اقفلها كده يا عبد الله عشان ياخدوا سكرين على الشكل بس. بصوا دي شكلها تحفه قوي قوي بجد. قلنا عامله كام دي يا عبد الله؟ دي عامله 60. 60 جنيه. تمام حلو قوي. حاجه زي دي كده. دي عامله 65. دي عمليه قوي. قلنا عامله كام دي؟ دي 65. 65 جنيه. دي بتاخد كميات يعني، هنا فضيه، هنا اوراق. كتير. بصوا تقسيمه حلو قوي. تقسيمتها حلو قوي. بصوا حلوه جدا. تمام. دي قلنا عامله 60 جنيه. دي 65. 65 جنيه. تمام. وفيها كروس كمان. حجمها كبير كمان. حجمها كويس محترم. كروس وظهر. تمام. كروس وظهر. حلو قوي. حاجه زي كده عامله 65. دي برده حلوه قوي 65، بس دي حاجه شياكه. دي خامه يعني. بصوا لا ليها قاعده من تحت وحاجه تحفه قوي بجد، الخامه عاليه فيها جدا. تمام. من جوه بصوا حلو قوي، والتقفيل من جوه معاها كروس كمان. تقفيلها حلو، ستان. تقفيلها ستان حلو قوي. دي عامله 65. بصوا خدوا سكرينات بقى عليها. دي قلنا عامله كام يا عبد الله؟ 65. 65 جنيه. تمام. كل اللي انتوا بتشوفوه ده عايز اقول لكم موجود منه الوان. حاجه زي كده عامله 60. دي عامله 60 جنيه برضو. سوستتين، سوسته من جوه وسوسته. سوسته ورا وسوسته قدام. تمام. وكل الوانها متاحه. تمام حلو قوي. تمام. متى من جوه كله تبطين. تمام. معانا ايه تاني يا عبد الله؟ حاجه زي كده عامله 60. دي برضو عامله 60. جلد اللي هو الميت، خامه نضيفه. اسمها جلد ميت؟ خامه خفيفه. ايه الخامه بتاعته تعمل. خفيفه. لا وفي جيوب من الجنب، ده حلو قوي. ده في جيبين من الجنب جديده دي برضو. دي لسه. وهنا ودي سوسته. تمام. تمام حلو قوي. خامتها نضيفه. تمام. دي عامله 60 جنيه. اقفل لنا بقى ياخدوا عليها سكرين. بصوا دي عامله 60 جنيه يا حبايبي، ليها جيبين من الجنب برضو تحفه. تمام. حاجه زي كده. حاجه زي دي برضه عامله 60 برضه، وسوسته ده عايز اقول لكم ان هي مفرغه من هنا عشان الايد تطلع صح. ده تفريغه يعني، افتحها لنا كده
بصوا دي مفرغه من هنا بس ما تفتحش السوسته بقى، دي مفرغه من هنا عشان الايد بتاعتي. عشان الايد بس تدخل منها كده. تمام حلو قوي. دي قلنا عامله 60 برضو. 60 تمام. معانا ايه تاني يا عبد الله؟ تعالى زي كده عامله 65. دي عامله 65 ثلاث سوسات من ثلاثه جوه واحده من بره. واحده بره كده واثنين من جوه اول ما تفتحه، ولها يد مقبض برضو. تمام في سوستتين اثنين جيب. تمام حلو قوي. وكل الوانها متاحه. عايز اقول لكم كل دي موجود منها الوان، بس احنا بنقصر معاكم وقت الفيديو بس عشان تشوفوا عدد موديلات اكتر ما نطولش عليكم. تمام في ايه تاني؟ حاجه زي كده عامله 55. في حاجه زي كده برده 55 جنيه ثلاث سوسات. دي ثلاث سوسات ودي اربعه كده. أربعة مش ده جيب شغال؟ يبقى اربعه. 1 2 3 4 اربع سوسات. حلوه قوي. عامله كام؟ ثبت لنا شكلها بس كده يا ابني. دي 55. دي 55 جنيه اربع سوسات مع بعض. دي ظهر وكروس ومقبض كمان. كروس بس. كروس بس. مش ده. دي كروس وتتشال في الايد عادي. حلو قوي. تمام يلا بقى حبايبي، لو اول مره تشوفوني انزلوا اشتركوا، فعلوا الجرس ولايك وشير كتير لكل حبايبكم وكل اصحابكم، عشان المكان هنا بجد خامات واسعار حلوه جدا جدا. معانا ايه تاني يا عبد الله؟ حاجه زي كده عامله 60. حاجه زي كده دي ظهر وقرص عامله 60 جنيه. جيب وسوستتين. يعني هنا جيب وسوستتين. تمام وسوستتين. دي قرص وظهر. قرص وظهر. يعني بصوا هنا برده الحلقين بتاعه الظهر اهي. تمام والحلقه اللي فوق برده اهي، بس عشان لو ما كانتش باينه. تمام خامتها نظيفه حلوه قوي. كل اللي انتوا بتشوفوه ده يا حبايب قلبي الوان متاحه منه. دي برده حلوه قوي. دي عامله 55 جنيه. عامله 55 جنيه دي سوستتين. وجيب كمان جيب صغير بسوست. حلو قوي. عامله 65 جنيه. دي 55. ده انا اللي بغلي 55. وليها كمان هنا القرص وهنا ظهر. ده كده ثلاث سوسات اربع جيوب. يعتبر اربع جيوب. اربع جيوب. حلو قوي. تمام وسعرها 55. حاجه زي كده نفس النظام 55. دي برده 55. ادي سوسته وادي الثانيه وادي الثالثه. ثلاث سوسات كروس برده. حلو قوي. خمسه وكام؟ 55. 55 جنيه. تمام حاجه زي كده. حاجه زي كده عامله 55. دي برده 55. اربع سوسات 55 جنيه. حلو قوي. دي لونين داخلين في بعض، يعني بصوا النبيتش بتاعها برده حلو قوي. لو مش باين لكم اوضحه لكم. بصوا ده النبيتش بتاعها. نبيتش بيش. نبيتش بيش. في الوان منها برده صح؟ لا الوان كتير قوي. الوان منها كتير. في زي كده عامله 50. حاجه زي كده برده. ثلاث سوسات وجيف. جيف كبسونه وثلاث سوسات. عامله كام قلنا؟ دي 50. 50 جنيه. اربع سوسات على فكره. لا. مش ده جيب؟ ده جيب. لا انا بحسب السوسته دي جيب برده. دي ديكور بس. تمام يبقى ثلاث سوسات. وادي واحده ثانيه. وادي واحده كمان يبقى اربعه. اربع جيوب يعتبر. تمام. قلنا عامله كام؟ دي 50. 50 جنيه. كل الوانها متاحه. تمام. دي كده عامله 65. خامه مستورده برده لسه جايه. حاجه زي كده 65 جنيه. قيمتها من جوه. نضيفه. حلوه قوي 65. خامه حلوه جدا. تمام كل الحاجات دي متاح منها الوان، يعني بصوا الوانها كلها موجوده هنا. انا شايفاها وبيج. تمام والحاجات كده. طلع لنا بس من الكيس تبان. عامله 55. بصوا حاجه زي كده عامله كام؟ 55. 55. عايز اقول لكم المقبض بتاعها معدن. تمام حلو قوي. اقفلها لنا كده. ده المقبض معدن والسلسله برده فيها معدن. تمام في ايه تاني معانا؟ زي كده دي عامله 55 اللي هي القط الاطفال. اللي بيحب بقى الاسترسات والحاجات دي بقى. القطه دي عامله كام دي بتقولي يا عبد الله؟ 55. 55 جنيه برده. تمام الوانها كلها موجوده. كل الوانها متاحه، يعني شايفه منها الوان كتير. تمام قط الوانها كلها. في ايه معانا تاني يا عبد الله؟ في حاجه زي كده. دي اطفالي برده. عامله كام الاطفال دي؟ عامله 50 برده. 50 جنيه بس. عايز اقول لكم ظهر وظهر بس، تعتبر ظهر بس. حلو قوي. تمام والوانها برده كتير ورسوماتها كتير، يعني وريني الذهبي بتاعها ده يا عبد الله شكله مختلف خالص. عشان يعوض عليه السكرين قلنا دي الاطفال عامله كام؟ دي عامله 50. 50 جنيه. تمام حلو قوي. حاجه زي كده عامله 50. دي كروس. دي ظهر. دي ظهر ووسط. ظهر ووسط. حلو قوي. عامله كام الظهر والوسط دي؟ دي عامله 50. 50 جنيه. عايز اقول لكم كل حاجه موجود منها الوان، بس احنا عشان وقت الفيديو. في ايه تاني معانا يا عبد الله؟ حاجه زي كده دي جديدة قوي. دي عاملة 40. هنشوفها برضو معايا. بصوا دي وسط وظهر. عاملة كام؟ دي عاملة 40. 40 جنيه وفي منها ألوان كتير. بصوا عايزة أقول لكم ألوانها تحفة. دي عاملة 40 جنيه موجود منها ألوانها، ودي وسط وظهر. حلوة قوي. في إيه تاني يا عبد الله؟ حاجة زي كده عاملة 45 اللي هي الزارة دي. العلبة الصغننة دي اللي هي الزارة.
حلو قوي. عامله كام دي قلنا؟ في منها نوع ب 50 وفي منها نوع ب 45. اللي هو ده ب 45. ده ب 45 دي اللي هي العلبه يا جماعه الجامده تنفع. اللميع بصوا حلو قوي. دي قلنا عامله كام؟ دي 45. 45 جنيه. في الجلد النوع الثاني النظيف. دي شكلها شيك قوي. دي عامله 50. دي الجلد النظيف. ثبت لنا دي نشوفها. دي شكلها شيك بجد. دي قلنا عامله كام؟ دي 50. دي 50 جنيه. بصوا دي ب 50 جنيه الشنطه دي. حلوه قوي. تمام. الوانها برده متاحه يعني شايفه منها الوان كتير. في ايه معانا تاني هنا؟ زي كده فيكتوريا عامله 35. فيكتوريا عامله كام الفيكتوريا؟ سيبها لنا كده. دي عامله كام قلنا؟ 35. 35 جنيه. تمام. كروس وظهر حلو قوي. بناتي برده في حاجه زي كده عامله 35 برده. بصوا حاجه فيكتوريا زي كده عامله كام قلنا؟ 35. 35 دي الفيكتوريا الصغيره. دي الصغيره. يعني بصوا في منها الوان انا عايزه انوه. بصوا السيلفر بتاعها تحفه والابيض والاسود في الوان كتير قوي. في معانا ايه تاني؟ في الفاكتوره بتاعتها بقى اللي الكبيره. في الكبيره. الكبيره دي عامله 45. اللي هي الكبيره دي. دي الكبيره بتاعتها قلنا عامله كام؟ 45. 45 جنيه. تمام. هنشوف بعد شنط العلب بقى. شوف عشان خاطر الفيديو ما يطولش معانا. العلب عموما عامله سعرها كام؟ في حاجه زي الخامه الجلد دي المستورده دي. هي زي دي. دي عامله 100. دي خامتها مستورده. دي 100 جنيه. دي مستورده. تمام. في حاجه زي الخامه دي عامله 60. دي عامله 60. عامله 55. 55 دي. في زي كده 60. دي ب 60 جنيه. دي ب 60 ودي ب 60. انا اكترتهم هنا في ب 60 و 55. طب واللي هي دي عامله كام الكحلي الزهري دي؟ اول واحده تحت. دي 60. دي 60. باريس 60 واللي بعدها؟ واللي جنبنا ب 60. 60 والاثنين اللي شكل بعض؟ 60. 60 برضه. والحلقه دي؟ الحلقه دي ب 60. اللي فوقها دي 55. اللي فوقها دي 55؟ واللي جنبها ودي؟ والسلسله دي ب 55. دي ب 55 جنيه. الشنطه دي ب 55. كل الوانها متاحه زي ما انتم شايفين. الخامه دي انهي خامه؟ زاره. زاره دي عامله 60. بس الزاره تقليد طبعا يعني. في الزاره ب 65. ما انا بقول لا هي كوبي يعني. ايوه دي ب 60. بصوا الزاره دي ب 60 جنيه مصايف بقى زي ما انتم عايزين. حلو قوي. دي ب 60. كلها موجوده رمادي. بصوا الوانها كلها بتختلف. لا بصوا كمان الزيتي انا عايزه اوريهم بس الالوان بتاعتها. ادي الزيتي والرصاصي في اسود وده اللون الغامق يعني ده الفاتح بتاعها وده الغامق. كل الوانها النبيتي. بصوا كل لون من الشكل التاني. حلو قوي. الوانها كلها فوق. الوانها كلها موجوده فوق. بصوا الوانها كلها عشان الاضاءه. حلو قوي. كل دي الوانها قلنا بكام دي يا عبد الله؟ دي ب 60. دي عامله 60 جنيه. تمام. حلو قوي. واللي هي لميع الفيكتوريا الكبيره دي عامله كام؟ دي عامله 75. 75 جنيه. تمام. هم اللونين دول بس اللي موجودين هنا. حلو قوي. تعبتك معايا ومسيا على الفيديو ده. احنا لحد وانت طيب وخير وسعاده. لحد دلوقتي احنا ما جبنالكوش كل الشنط الموجوده. احنا اديناكوا بس نبذه عن الموجود في المكان. احنا موجودين فين؟ احنا موجودين في العتبه في رويعي فوق رشدان بتاع الكوالين. تمام كده. هوريكم عند قهوه الزهور. يعني انا هوريكم من هنا برضو. احنا دلوقتي ده الرويعي زي ما انتم شايفين. بصوا اللي هيجي اللي قدامنا ده فندق الاندلس. صح يا عبد الله؟ ده فندق الاندلس اللي قدامنا ده. واللي هيجي من عند مول صدناوي هيخرج من الشارع اللي انا عملت لكم عليه زوم ده. هتيجوا من عند الباب الخلفي لمول صدناوي هتفضلوا ماشيين لحد فندق الاندلس. هتلاقي قدامكم على طول رشدان اللي احنا فوقه وقدام رشدان كمان الحمد وبيبو وهلال. ده كله قدامه. احنا دلوقتي فوق في الدور الاول علوي. عملنا لكم الجوله هنا من عندي يا مسهل. احنا تحتنا على طول قهوه الزهور. في وش قهوه الزهور على طول. تعبتك يا عبد الله ومرساوة على الفيديو ده. الله يخليك. هنيجي للعنوان ده وزيت كل احنا واقفين ده قدام جراج العتبه وده سنترال العتبه والشارع اللي في النص ده اللي بنخرج منه من محطه مترو العتبه. هنخرج على طول وهنبص في وشنا كده على طول هنلاقي عندنا القصر الذهبي للعطور. احنا هندخل من الشارع اللي جنبه ده لحد ما نوصل عند رشدان بتاع الكوالين. الشارع ده كمان بيدخلنا على رويعي كوتشاب بقى الاطفال والكبار والاحذيه. معظم الشارع ده كده وفي ملابس كمان. هنكمل في الشارع ده مش طويل هو شارع صغير. هنكمل فيه على طول زي ما انتم شايفين كده. بصوا هيقابلنا حاجات كتير بقى ملابس بقى بيتي وخروج وكل حاجه هتلاقوها في الشارع ده ان شاء الله. هنلاقي على طول قدامنا زي ما انتم شايفين هعمل لكم برده زوم عليه. بصوا ده يحيى رشدان بتاع الكوالين. هنكمل كده لحد ما نوصل له برده هوريكم الشنط. احنا قربنا خالص منه. ده مكتب بيبيع جمله وبيدي قطاعي لكل المتابعين بسعر الجمله. بصوا ده محمود محمد يحيى رشدان. وده كمان مكتب يا مسهل بتاع الشنط قدام قهوه الزهور على طول. واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.